انا بال 77 كنت مناظر عمال مو متعهد. بس كل العقود باسمك. شوف شو مكتوب. وهي العقود. وهي عقد المدحلة. الطرف الأول مديرية المواصلات، الطرف الثاني عدنان الإبلاني، وهي العقد الثاني عقد المسفتي. الطرف الأول مديرية المواصلات، الطرف الثاني عدنان الإبلاني، وهي العقد الثالث عقد التراكتورات. الطرف الأول مديرية المواصلات، الطرف الثاني عدنان الإبلاني. أنا كنت وقع بتكليف منه، يعني كنت نوب عنه، والرجل كان يوثق فيني كتير. هيك انحلت مشكلتك. هات التكليف وكل شي بيتحول عليه أوتوماتيك. تكليف شفهي. مرحبا شفهي. أنت بتقدم تقارير شفهية عن شغلك شي؟ طبعا لا، ما بيعترفوا عليها. وليش لحتى المالية تعترف بتكليف شفهي بناء على كلامك؟ ما بصير تحدد المتعهد على أساس عقود المداحل والمزافت. أكيد أخذ الطريق بمناقصة. شوفوا المناقصة تبع الطريق يا أخي. شي طبيعي نشوف المناقصة، بس لما تكون المناقصة مختفية شو منشوف؟ منشوف عقود المداحل، عقود المزافت، عقود التراكتورات. وين المناقصات راحت؟ سلامة فهمك، بتكون أتلفت بشكل من الأشكال. وقديش ضريبة هذا الطريق؟ طول الطريق 30 كيلومتر، عرضه 6 متر، تكلفة المتر المربع بالمينيموم 30 ليرة سوري، احسب مساحته الكلية وخصوم منه 10% ضريبة. نحن شو صار موضوعنا أستاذ؟ عم بدرس موضوعك، برد عليه خبر. أي أستاذ عدنان، شو قلت؟ أنت شو رأيك؟ مسك، هاي أول ورقة، شوف قديش رح يطلع عليك إذا وصلت للمحاكم. وهي تاني ورقة إذا حليتها عنا. سيد عدنان ادرس الموضوع ورد علي خبر. ضروري تحط توقيعك على كل ورقة أنت. استلمنا المداحيل، بدنا نوقع ولا ما بدنا نوقع؟ ادفع حق توقيعك 300,000 ليرة هلأ. لكن عم العم منين طلع لنا هاد؟ مثل الوباء الله لا يوفقه. قال شايفين حالنا أنه معنا 200,000، صار بدنا فوقهم 100,000 لحتى ما يحطوك بالحبس. لا رح انحط بالحبس وما رح ادفع ولا فرنك. شو بدك تعمل لكان؟ بدي اشوف ابو المجد ابن خالتي. حقنا نستخدم نفوذه شي مره، مو حقنا. مو قلت ابو المجد واقف على شعره من وقت السياره؟ ايه، ما بيطلع بايده يدبر سياره، بس عنده نفوذ يستخدمه مشان يحكي مع هذا النكره تبع الماليه. رح اتصل فيه لاشوفه اذا بالبيت ولا لا. مرحبا مدام. اهلا وسهلا. السيد عماد نايم شي؟ لا لا تفضل. اذا نايم لا تفيقي، برجع بعدين. لا ماله نايم، المسكين ما عم بينام، مشكلته لسه ما انحلت. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ غزوان. اهلا سيد عماد. مساء، عاملين لنا قهوة؟ من نفس البنات؟ سكتري. ما كان لازم تحكي اليوم بالمكتب، هذا الحكي بيناتنا. لا تهتم، ما تخاف، الشباب ما بيخاف مني. أخي هلا أصحاب أنت وياهم، إذا صار شيء لا سمح الله ما أدراك يدسوا علينا، منتبهدل أنا وياك. يا أستاذ غزوان عم لك لا تخاف، طمني. خيو نزلت لك المسلسل من سباعية لثلاثية، يعني 250,000. قال يعني 250,000 ورا بحسن أدفعهم أنا. إيه شو بدك يعني أعمل لك المسلسل حلقة واحدة؟ ما بيتسوى يا أخي، ما بيصير هيك. الله يستر عرضك، نزلوا حلقة تانية كمان. ولا مشهد، ولا مشهد، أكثر من هيك ما بيصير، حرام، الدولة بتطلع زملوطي، ما بتستفيد شيء. طيب بدك تمهلنا فترة لحتى نأمن المبلغ؟ والله لو إنك أخي ما بخدمك الخدمة، أنا عملت اللي علي، إجا دورك. وهي القهوة؟ ميساء؟ كيف صار بده ينشف ما هيك؟ مثل العادة. يا الأهل الخضرة. راجعة. مساء الخير. عيني على المي. مساء النور. مثل عيني فيك. شو شفت لابن خالتك ابو المجد؟ شفته قطع عمره.
ما بده يساعدك؟ بده يساعدني بس عملني كأني صرصور مو كأني ابن خالته. نسي لما كان يبوس لي ايدي مشان حلو له وظايفه بالرياضيات. حاضر استاذ. ح ح ح ح حاضر استاذ. حاضر استاذ. لو قال لي انا كنت سكرت على الموضوع. حاضر استاذ على راسي. مع السلامه. مع السلامه. شو والله شغله بتحير. ما بتعرف مين بدك تلاحق. خير عدنان القبلاني. شو بو بتحط لي خط احمر تحت اسمه واربع اكسات. بس روحها بالمجد بدي زلو زل خمس نجوم. كنت احكي معه بخصوص عماد مو حلوه يعني؟ على هالاستقبال اللي استقبلني اياه ما كنت راح احكي معه بخصوصي. بس يلعن الحاجه وساعتها. الغرقان ما بيخاف من البلل. انزليت ونزليت. احكي. انا خفت اذا حكيت يقوم يبطل نهائيا. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لك يا رجل بصير هيك؟ طيب يعني ما تحكي انه ابو المجد ابن خالتك؟ فكرتك بتعرف. لو بعرف ما كنت فتحت الموضوع بنوب. ليش نحن فينا نزعله لابو المجد؟ هلا هيك انتو؟ يلي له حدا فوق بيمرق ويلي ما له حدا بيتبهدل؟ عفوا ما عرفتني بحالك. جلس عماد. مروان. محسوبك مروان الجنبين. سيد مروان حط حالك محلي، شو بتعمل؟ مع مين بتعلق؟ مثل ما مرقت له اياها لعدنان مرق له اياها لعماد، مو حلوه منك. انا بالنسبه لي صفيت ضميري، نزلت له الضريبه من المليون ونص ل 300,000، بده يدفع يدفع، ما بده يدفع يصطفل، منه للمحكمه. طيب في مجال هيك نحلها حبيه يعني باي شكل من الاشكال؟ في مجال. انا الاشكال اللي عندي كلها استخدمتها، صفي الشكل اللي عندكم، هي مهمتكم بقى. وشو الشكل اللي عندنا؟ ما بقدر شربك اياها بالمعلقه. انا بشربه اياها. مشي معي هلا نشرب قهوه بالبوفيه. مشي. هيو عماد بيخجل كثير وبيستحي. بس قديش بدك؟ 2000 2500. انا ماني جلاد وماني جاي من نيكاراغوا. ماشي بكره بيصلوك على الشغل. انا كنت اخذت اقل بس صدقني صرت دافع تكاسي 1000 ليرة. انه يفهم ما كان يفهم. انا فهمت وراح افهمه. غزوان هذا ليش اسمه مشطوب؟ مين هو؟ سامر منطار. اوف منيح اللي ذكرتني فيه، كنت نسيانه، اجى دوره هلا. ليش كان مأجل؟ كان مدعوم بس دعمته بالحبس هلا. إذا ما لحقته فيه ما بيكون اسمي غزوان. صباح الخير. صباح الخير. يعطيك العافية أستاذ غزوان. جرب. صباح النور. يسلموا. يا دار ما دخلك شر. بس يا ريت تقول له لصاحبك عماد ما يوقع حيالله تاني مره. على راسي تأمر امر. صافي شيل لي اسم عماد دباح الغولي من السجل تبع 88. يا حاضر على راسي. لولا كان دفع 300,000. يا سيدي كتر خيرك. شكرا كثير. قلت لي اسمك مروان الجنبين؟ ايه. حضرتك دارس بثانويه النهضه شيء؟ لا. طيب بكلية الاقتصاد والتجارة؟ لا.
وين مارق معي اسمك؟ اسمك مألوف إلي. سلام عليكم، لا تأخذونا. سلام عليكم. وين مارق الاسم؟ وين وين؟ مروان الجنبين. الله يوفقك يا استاذ، الله يوفقك. سيك خود روح حل عني بقى. الله يوفقك، الله يخلي لك ولادك. ما عندي ولاد. الله يخلي لك مرتك يا استاذ. لا خليني اعرف اشتغل بقى. الله يوفقك. يا الله. ان شاء الله، ان شاء الله بتربح يا استاذ. كل مره بتقول لي ان شاء الله بتربح وما في مره رجعت حقها. حل عني. وحده ثانيه كمان وما بتندم. عماد بتشاركني على ورقه؟ بشاركك بس انا بسحب. اسحاب. الله يوفقك يا رب، الله يوفقك، الله يربحك يا رب، الله يخليك ولادك. ايه هيك ان شاء الله بتربح. اسحب لك واحدة ثانية لإلك. شيلهم من خلقتي بقى. الله يوفقك يا استاذ، الله يوفقك. اسحب لك واحدة ثانية لإلك ان شاء الله بتربح يا رب، ان شاء الله بتربح، ان شاء الله بتربح. لك ايه فهمنا. ان شاء الله بتربح. حاسبه بعدين، انا بحاسبك. خلصني. وي شو عم تعمل جيبتك؟ ان شاء الله بتربح يا رب. لك ايه فهمنا. ان شاء الله بتربح. اسحب معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يوفقك. روم من هون انا ما بسحب. الله يوفقك، الله يخليك ولادك. اسحب من هون انا ما بسحب. الله يوفقك، الله يخليك ولادك. الله لا يخليني يا اخي، ما بسحب انا. الله يخليك مرتك. تضرب انت ومرتي وتضرب انت ولادي، ما بدي. استاذ كلهم سحبوا الا انت. لا ما شو هالقلبي طريه هدول هي. الله يخليك ولادك، ان شاء الله بتربح يا رب. ان شاء الله بتربح. ان شاء الله بتربح. هدول اللي عم يدفع لك اياهم عم يروحوا من طريق اولادي. ها بكره فوق كله عم يتسجل عليك. روح ان شاء الله بتربح يا استاذ. يا نصيب يا نصيب يا نصيب. عدنان بتشاركني على نصها؟ لا حبيبي، انت منحوس ابا عن جد، ما بشاركك، خسران سلف. عماد تاخذ نصها انت؟ انا اخذت واحده كامله الي ومشارك عدنان على النص. هي النص. انت بتشتري لك اربع خمس انصاص كل جمعه، شو بطلت؟ لا ما بطلت، بس القصور ما تشتري الوراق كلها من نفس الدفتر، بتنوع بتصير احتمالاتك اكبر. العمى لخم نفر لخمي، انا شو بدي من المرة كلها؟ باخذ نص المرة كلها. العمى ببيعها طبعا، بدي بيعها طبعا. العمى لخم نفر لخمي. الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك، الله يوفقك. مرحبا لزاف. اهلين ابو هيثم. اي سيدي، مشان ما اخذ من عندك بالدين، تاخذ الوقت يا نصيب تعطيني فيه اغراض؟ لكن شو شايفني مصروع؟ طبعا ما باخذها، شو بدي فيها؟ عمي دينك دين احسن. طيب ندخل شراكه بالنص فيها؟ ما بشارك حدا انا، هيك اذا بربح بربح لحالي واذا بخسر بخسر لحالي. انا مو مشان الشركه، انا بس مشان اتخلص منها. ايه بدك تخلص منها، ليش اشتريتها؟ ولد ولد لعب بعقلي، دبقني دبق ما خلاني اعرف افكر نهائيا. سلام عليكم. نعم شي العالم هي. نهايات معنا من الواحد للتسعة، تنتين أو ثلاثة منهم لازم يردوا حقهم حتما. بيردوا حقهم بس ما بيردوا لك حق العشرين. مو مشكلة، المهم نأمن استمرارية. أنا حطيت أسوأ الاحتمالات، ممكن نربح أكثر من هيك. شو مبين واثق كتير هالمرة؟ حسب قانون الاحتمالات.
دائما بتعتمد على قانون الاحتمالات، بتقوم بتطلع البطاقه الربحانه يا بالحسكه يا بادلب يا بدرعا. هالمره حاطط الاحتمال، وصيت على نص بطاقه من كل محافظه مشان كيف ما ضربت تصيب. ام هيثم، انت شو مره شفتيني اشتريت يا نصيب؟ لك ما هذا اللي مطير لي عقلي، لما كان معك مصاري ما اشتريت، هلا لما ما معك اشتريت. جدي لعب بعقلتيس، الولد لعب بعقلي، شو بدي ساوي؟ ولك شلون بتخليه يلعب بعقلتيس؟ احسن ما يلعب بالمعزاي. عم ضحكك مو هيك؟ كثير ضحكت. شفيت عليه شفقه، شو بدي ساوي؟ حرام عليك، شفق على اولادك، شفق على اولادك قبل ما تشفق على الغريب، ولا مثل ما بيقول المثل، لحالي مالي قدره ولغيري مثل المهره. خلصنا حياه، رح نبلش بالامثال. من هون للثلاثة بيعة شو صار يعني؟ صار لأنه ما حدا حيشتريها منك، الكل رح يقولوا لو فيها خير ما كان رماها الطير. رجعنا لأمثالك حياة، خلص قلنا لك خلص من هون للثلاثة، انباعت انباعت ما انباعت، مو أول خازوق ولا آخر خازوق باكله. خازوق أبي، نحن لو حكينا معك هيك مو بتضربنا؟ وهلا رح بضربك ولا هلا. بس مهلول حيلي هلا، كثير مهلول حيلي، بدي أعمل قيلولة بعد الغداء. ذكريني حياة. حاضر. ايه وضريب يضرب عدوينك ان شاء الله. عم تحرض ابوك علي ولا؟ ما بصير هيك امي، مو عدل. عم يكيل بمكيالين، الدول بتكيل بمكيالين، بنعرف ليش. ابي ليش؟ ايه شو عليه؟ هلا بورجيك العدل على اصوله. 89 خذوا الاولاد. 89 خذوا الاولاد. ولك شبك ماني خايف؟ والله يا امي مو ذنبي، انت بحياتك ما خوفتينا. ما خوفتكم؟ طبعا انا الحق علي. انا الحق علي اللي ما دبيت الرعب فيكم مثل ابوكم. لك عم تحكي عن سياسة المكيالين، ما انتم في عندكم سياسة مكيالين. واللحافي عنده هي السياسة، والبقال عنده نفس السياسة، والجيران عنده كل هذا الشيء. عدي عدي امي، انا بعد قلت لك مالي شغل فيها، مالي مصلحه. طيب انت الله انعم عليك وموفقك، شو رح تفرق معك 120 ليره؟ الله موفقني ومنعم علي لاني حريص، الليره ما بزتها هيك اذا ما في داعي، مو ال 120. طيب تعرف لي شي حدا هيك مو لعب يا نصيب، يعني بنزل له اياها شوي بعطيها بمية خوش. ما في حوالي، ما بعرف. طيب بعطيك اياها بنص حق اجار خوت شري. عفوا شباك ابو هيثم، شو علمك الولا؟ انا ولا بيع لي يا نصيب، شايفك اتبقت مثله. شايف يا ميساء، شلون ما وقفت دواليب رح توقف على رقم من هدول الارقام، باستثناء رقم واحد ما لقيت منه بالسوق، 14. هاي بطاقتي اخرها 14. مسيت لك، يسلم لي ربك، شو قلبي حبه. هيك بنكون سكرنا باب الاحتمالات على الارقام المنتهيه صفي الكامله، نحن وحظنا ان شاء الله. الله يوفق خدر. لك عيب عليك بقى، حطها بجيبتك وانساها، حقها ما راح يفرق لك ابو هيثم. بعرف ما راح يفهمني لاني مفقور خلقه، بس حقها بيسندني كم يوم عدنان. الله يوفقك. انا اسف، ما بدي انزع حظي. انت ما تسحب على قانون الاحتمالات؟ احسبها احتمال من الاحتمالات. الله يوفقك. لك يا حبيبي انت منحوس، ورقه اليانصيب تبعك هي مثل البندوره هي المعفنه اذا حطيتها بسحاره بندوره. الله يوفقك. عماد حبيبي طلع فيني شوي. عماد خلاص هيثم. عماد العين ما خلصت كلام. خليني عم اشتغل. يا شو عم تشتغل تحت؟ فرجيني لشو؟ خذها الله يخليك. انا بنفس نهار السحب ما بشتري. بيعك يا بنص حقها. مالي مصلحه، ما بدي. عماد 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 خلاص مالي مصلحه عم بالله. هيك هلا؟ يعني بدي انبلس بحقها؟ اذا بنص حقها بيع على شي ولد من البياعين، بجوزها يشتروها. ما كان حدا يشتريها.
كل واحد يطلع فيها ويرجع لي اياها، يلي هي ما بتروح. ليش شو رقمها؟ ليكون في ارقام متكرره كثير. ها ما طلعت بالرقم، ما بعرف، ماني مهتم بالموضوع منو. ثاني مره بس تسحب طلع بالرقم، طلع فيه منيح، اذا كان مكرر لا تسحب لانه احتمالات الربح بتصير اقل. اذا سحبت مره ثانيه انا ما بعرف ليش متوقع انه وحده من هالبطاقات اللي اخذناها ممكن تربح. وانا كمان قلبي حاسسني هالمره اني رح اربح، بس مو جائزه الكبرى، يعني فوق ال 100,000 ورقه. وانا بعرف حاسس مثلكم تماما. شو بتعرف؟ انه اخذت حق هالورقه هاي من تم ولادي. اضرب على حظي انا. لا تعصب، ليش طفيت التلفزيون؟ بجوز تربح بالارقام الكامله. كنت متامل تنتين او ثلاثه يربحوا خمسميات، كنا رجعنا حق الكل. اتامل تربح الجائزه الكبرى. ما في مجال، ما في مجال ابدا. لانه من قبل كان الاحتمال 1%، هلا صار 1 بالمليون. حظي وبعرفه. هات تعطيني ريموت كنترول. لا ما راح اعطيك اياه. خليني اتفرج. ما راح اخليك تتفرج، خلص سنحت انا. هلا وقت تنيحتك. يضربوا هن وهيك سحب، ويضرب حظي وساعته. لما صارت على الارقام الكامله وقفت على الرقم 12. ها طقني. ها ها يلا نصيب. حظي وبعرفه. شو هاي مان؟ شو بدك احسن من هيك حظ؟ خلصنا بعروك. لكن مو قصدي على كل شيء، يعني قصدي على نصيب بس. بعرف انه حظي حلو معي. شكرا. انا كمان. مجروح يا قلب لفوك شاش، مجروح يا قلب لفوك شاش، والمي بالصيف على الراس رشاش. والولد تبع يا نصيب لأو سبل رشاش. يا ياب الله. أمان 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 بعد شيبي. بعد لي حمى عليك، والله قطعت لي قلبي. افتح لنا التلفزيون خلينا نشوف مسلسل. ما في تلفزيون لحتى يخلص تبع يا نصيب. من زمان كانوا يحطوا بين كل دولاب ودولاب مطرب، أغاني، كلمات، لحن، شي بيرفع الراس بيطرمخ. هلا ما في غير مذيعة، واحد اثنين طرر، واحد اثنين طرر. شو الحكي هاد؟ والله معك حق. طيب ماشي، افتح لنا على يا نصيب، خلينا نشوف البطاقة تبعك، خسرنا حقها وخسرنا حقها. مجنونة أنت، مجنونة. اشتريناها واشتريناها، نشوفها هلا ننصدم مرة ثانية. أبي إذا أنت ما بدك تتفرج، نحن بدنا نتفرج. طيب افتح القناة الثانية. أنا وقت بقول يعني ما في تلفزيون، ما في تلفزيون، لا أولى ولا ثانية، فهمتوا؟ لا أولى ولا لا؟ إذا قلت لك ما فهمت تضربني بالفلقة. فهمت. وهلا بيضربك بالفلقة. خلصنا مروان، خلصنا مشان الله، ما فيك تمضينا نهار يعني بدون هالحفلات هي، والله طقينا. لك مانك شايفني مقوع عينه، شير. إيه طبعاً، تمسح جسمه لأن ومخه صار سميك من كتر الضرب، يعني مرة بالضرب ومرة بالكلام الحلو. معناتها هالمرة بالضرب لأنه آخر مرة كانت بالحكي المنيح. عم تتزاكى ولا؟ عم ترجيني مواهبك؟ الكل قيام لشوف. مشيت البطة. تعي حياة وانتي حياة. تعي لهون. بسرعة على غرفتك. التربية الحديثة لازم يكون الأب له روزة بالبيت. أمان 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 جيبي، صعد الجبال دوم ونهش الصخر بنيابه، أهون عليك يا قلب من يلي مفارق أحبابه. لك تخبرني شو حنون؟ مو معقول، مو معقول. نو حظ، حظي بعرفه. نفس الأرقام، نفس الأرقام بس مخربطين. أنا من أول ما زبطت معي، ما في غير رقمين كمان وبوب محلاته. في شي ورقة جابت حقها عندك؟ تنتين. أنا ولا شي. صباح الخير. أهلين أبو هيثم. صباح الخير أبو هيثم، طمنا شو ربحت شي ورقتها؟ ما طلعت على النتائج بنو. بسيك شو؟ ما بدي، حظي وبعرفه يا حبيبي. بسيك شو خسران؟ أخي شوف ليك بركي كانت رادة حقها، خسران شي أنت؟ هات لنشوف. خلص مبينة مو 0-4 ما بدي. شوف بقية الأرقام. لك يا حبيبي يا اخ شو بدي اقول لك؟ اقول لك انا حظي تعبان، بعرف كثير انه حظي تعبان، يعني اذا حظظت معي وحظظت معي بترجع حقها، اكثر من هيك ما بتجيب.
لك ليش قلت المروه ما بدي اعرف؟ يا ابو هيثم شو خسران انت؟ هات لنشوف الورقه، هات لنشوف ونشوف. تفضل. اخ هيدا ابو هيثم ولي يا ابو هيثم يا احوال شباب. ابو هيثم لك ابو هيثم ما بيجوز هيك. ابو هيثم سك شراب 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 شراب. ابو هيثم لك شو صار شوف قلي باركولي. شوفي باركولي يا جماعه باركولي. ربحت 10,000 ورقه. ده ربحت مليون. مليون ترك 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 ما حدا بده ايده عليها. بعمري ما شفت ورقه ربحانه. لك ترك 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 ما حدا بده ايده عليها. لك لا تخاف بس نشوفها لك هذا مليون مو لعبه. ما اقتنعنا بس عليك يا ابو هيثم. توقعت تقول لي اطلب يا عدنان خوت خايف فرجيك. خلص لكم كل واحد 10,000 ليره. انا مو بخيل بس هذا مليون ما حدا بده ايده على الورقه. خلاص ما حدا بده ايده عليها. استر اختك ابو هيثم. ما بتشوفها نهائيا. ما بتشوفها. خلص اخي. ايه من وين بيصرفوها هي؟ ما بعرف. انا بعمري ما شفت واحد ربحان ورقته نصيب. بس خلونا نروح على معرض دمشق الدولي. يلا بس وينكم؟ ايه؟ بدي مر اشتري شنطه. هدول مليون مو لعبه. ورجيني اياها. تركها 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 تركها. يا ويلي يا ويلي يا ويلي. ايدك لا ايدك. شو بك حياة؟ عم تضحكي ولا عم تبكي؟ ماني مصدق انه هدول المصاري صاروا كلياتهم إلنا. قرصك مش هتصدق. اي شو بدنا نعمل فيهم كلياتهم مروان؟ شو بعرفني انا؟ انا حلمت كثير بزماني بس للمليون ولا مره وصلت. لك مو للمليون، لل100,000 ما وصلت. عم مروان حياتك كلها لازم تتغير. هلا صار معنا مصاري عن حق وحقيقي. يعني هلا صار فينا نحكي، صار إلنا كلمه مو مثل اول. طبعا. عدوا معي لكم، عدوا معي. 500,000 بيت بتسيب. ليش بتسيب؟ اولا الهواء نظيف. برد الروح ولا دخان ولا شحيح ولا مزود. ثانيا هدوء، لا بتسمعي زمامير ولا ضوجه ولا هدير. ايه بس ما راح تخلص من الضجه والدخان. ما بدك تنزل على الشغل. شغل؟ إيه مرحبا شغل. انا لو معي 200,000 ليره كنت بطلت وفتحت دكان. شو حال مليون؟ يا ويلي ماني مصدقه. طيب اسمع لي اقول لك. إيه؟ شو بدك تعمل بالبقيه؟ اولا بدي اعطي هذا الولد اللي سحبت منه النمره 50,000 ليره. ليش 50,000؟ بكفي 1000. بينبسط وببوس ايدك عليها وشو قفا. لك انا ما بدي ينبسط هو، انا بدي انبسط من حالي. انا كنت ناوي اعطيه 100,000 بس هلا من الطمع نزلتهم لل 50,000. اي والبقيه كمل. البقيه شوفوا يا اولاد، بدي احطكم كلكم بمدارس خاصه مشان تتفوقوا علميا، وبدي اخذكم رحله على البحر كلياتكم شهر كامل مشان تشوفوا حالكم مثلكم مثل غيركم. اي وشو كمان؟ بدي خصص 100,000 مطاعم. مطاعم ليش والمطاعم؟ بدي كل يوم روح على مطعم، بدي الاولاد يدوقوا على كل درس لون، يعرفوا كل انواع الاكل، لكان مشان يبطلوا يكونوا فجعانين. هو المهم تبطل قتل مو اكل. هي ما بوعدك فيها، عرفت كيف؟ يلا صفوا لي على الدبكه لشوف. ما بنعرف نبوك. ولا عم تنطوا كل النهار مثل السعادين بالبيت، صفوا على الدبكه لشوف. ومن صفحة الدبكة. يلا حياة وانت على الاول. انا ما بنط. لا بدك تنطي بركي خفيتي لك شوي تنحفي احلى بتصيري. هلا يلا. صفوا يلا. امان 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 يا يابا. ما بيندبك عليها بي. هاي ما بيندبك عليها. شو ما غنيت لك تدبك ولا مفهوم. يلا عالهوار الهوار ادبرها وما لا دبارة. ناس بتمشي لقدام ونحن بنرجع لورا. عالهوار الهوار ادبرها وما لا دبارة. وناس بتمشي لقدام وناس بتمشي لورا. هوارة طلعت لفوق الحشاد بنت المحروق. اول حي بنات الزوق بيفهم بالاشارة. Hey!
عفشنا ماشي حاله. خلينا نفكر بشغله مفيده اكثر من العفش، يعني ب 25,000 نجيب شغله اهم. شغله اهم؟ شو بدك تجيبي 25,000؟ لا فيكي تعمري ولا فيكي تشتري. افتح مشروع. مشروع شو ب 25,000 بدك تفتحي؟ اقل مشروع بدك 50 وما فوق. اكفيهم على 50,000 شو يعني؟ ومن وين يا حسرتي؟ من عند مروان، معه مليون. الا ما يعطي 25,000 طبعا دين. هيك رأيي؟ أنا هيك رأيي، طالما دين. يعني لو معه 100,000 إيه، بس معه مليون خزيت العين. والله فكرتك معقولة. راح أحكي معه. لا لا عماد، لا تتصل فيه، خليه وش لوش أحسن، وقل له ما رحنا كلهم عليه، من قصد له إياهم كل شهر دفع، وإن شاء الله بس يمشي حال المشروع منطق له إياهم بفرد طاقة. بدي أفهم مين اللي قال النسوان بنص عقل. علي الحلال بتفهموا قد الرجال بمئة مرة. مشروع ايش اللي عم تحكي عنه؟ 25,000 ما بيفتحوا مشروع بنوب. حط فوقهم 25,000 بيصيروا 50,000 تفتح لك مشروع. لك من وين لك سؤال؟ بتعرفي البير وغطاء؟ لو معي 25,000 ما كنت فكرت بنوب، دغري كنت فتحت المشروع. من مروان، معه مليون الرجال. بيني وبينك خطرت على بالي هيك شغلة، بس فكرت منيح. قلت إذا حكيت مروان معقول يفكر إنه طمعانين فيه؟ ليش لحتى يفكر؟ قل له دين، وبعد ما نفتح المشروع منبلش نسدد له ياهون. طيب بكرة بحكي معه بس روح على الشغل. ليش بكرة؟ روح هلا. إذا عمل مخططاته اليوم بجوز ما يحسب حسابك ويقول لك لا بكرة. ماشي، ما في داعي تقدم استقالتك، خليك عم تشتغل. مليت خيو مليت، شو بدي ساوي؟ أنا برأيي ما في داعي، الوظيفة بتضل كول كول كول. الوظيفة بتضل مضمونة، دخل شهري وبعدين تقاعد. الدنيا موت وحياة يا مروان. بلا وظيفة بلا بطيخ. أنا إذا حطيت مصرياتي بس بالبنك بعيش من فوائده وبلا الوظيفه كلها. خيو بدي اقدم استقالتي واخذ التقاعد تبعي. اعطوني اياه اعطوني اياه، ما اعطوني اياه كمان بلا. الخير واجب والحمد لله، مصاري كثير. الحمد لله، الله يزيدك يا رب. يلا استاذن انا. قاعدين عماد؟ بدي امشي معلش. سيك بس رزمك اكثر من 25 قل لي. كثر الله خيرك، الله يخلينا اياه. ولو يا عماد، نحن لبعض، شو هالحكي هاد؟ امانه ها؟ إذا لازمك شي بتحكي ولا يهمك. يلا خذ كمشة بزر. خاطرة الله معك. والله وصار لك أهمية يا جوزي، وصارت الناس تقصدك. لك أمنت عمي، الإنسان مو بالضرورة يقدر يعمل مصاري، بس المصاري بتعمل بني آدم. 21 22 23 24 25، جداد بيذبحوا الديك. لك مشان تاني مرة تسمع كلام مرتك. خلاص ولا يهمك، طول عمري رح اسمع كلمتك. الله يرضى عليك. قومي اعملي لنا كاسة شاي ميساء. يلا هلا. قومي ميساء. على راسي ابن عمي. واحد. مرة حضرت لك عرس بمعربة قبل ما نجوز. كان في مطربين اثنين، صالح رمضان من حلب وابو اسعد الفيجاني من عين الفيجي، واستلموا موضوعين، واحد اخذ العلم واحد اخذ السيف القوة. يعني بتعرفي موضوع العلم كثير مهم. قام ضايقوا لابو اسعد الفيجاني. قام شو قال له ابو اسعد؟ الكلمة ما عليها جواب حينا، اتركها لحتى يصير حينا. حلو حينا. لك بزمان السيف كنا بشرف حينا، وبزمان العلم صرت بلا تياب يا ياب. واشتغلت الفروض كل أهل المعربة مع السيف طلعوا. اجانا ضيوف.
يا عدنان كيفك؟ اهلا وسهلا. تفضل. عندك شغل شيء؟ لا لا، اهلا وسهلا فيك ولو. يا اهلين وسهلين. عدنان اعملي لنا قهوه. قهوه حياة. حاضر. اهلين استاذ عدنان. بالمهلم هيسا. اهلا وسهلا عدنان، شرف. تفضل. اهلا. ايه وهيثم، بما انه لحالنا هلا ما في حدا، انا راح ادخل بالموضوع مباشره. خول. انت اكيد توقعت انا مو جاي لعندك زياره. ما توقعت شيء. احكي عدنان. يعني الصراحه انا عم بفكر افتح مشروع. مشروع ايش؟ لسه ما قررت، بس يصير في مصاريف قرر. قديش لازمك؟ يعني قبل كل شيء انا مباشره بس باشر بالمشروع راح بلش اقسط لك اياهم، واذا استقريت اطالع قرض وفرد دفع بسدد لك اياهم. عيب عليك، عيب عليك تحكي مع ابو هيثم هذا الحكي. قول الرقم وخلاص. يعني 25,000 هاد اذا ما في تقلة. يا تقلة ايش؟ يا اخت المليون شو عم يعمل؟ ام هيثم اعطيني 25,000 من جوا. اهلا وسهلا عدنان. تسلم تسلم يا ابو هيثم. المطعم ما بنستفيد منه شيء، انا ما بقدر اشتغل فيه، والمصلحة مو مصلحتك. الزبون من اول سندويشة بيهرب. شو برايك نفتح لك؟ انا برايي نفتح نفوتي. انا بداوم الصبح وانت بتداوم بعد الظهر. هلا المكياجات اكثر شيء ماشي بالسوق. لا شو نفوتي؟ عماد نفوتي يعني نفوتي حبيبي. ايه يا لطيف، نحن وياكم عم نفكر نفس التفكير، كمان نحن قررنا نفتح نفوتي. هلا الفقير اذا صار معه شويه مصاري شو بده يفتح؟ يا دكان يا نفوتي يا مطعم. ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. تسلم. عم تفكر تفتح مشروع شيء يا ابو هيثم؟ لا حاليا ما عم فكر بشي، ماني مستعجل. طيب شو رايك تفتح هيك سوبر ماركت محترم؟ انا هلا ما بقدر اتي باي حركه او اشغل بالي باي موضوع لبين ما تطلع الموافقه على استقالتي. قدمت الاستقاله؟ طبعا قدمتها. لحظه. الو يا ميت، اهلا وسهلا. كيفك اختي؟ ايه موجود تكرم عيني. اختي ام هيثم. شرف اخي ابو هيثم. الو. اي حياة خير. شو هالحكي؟ ايه ما طيب لا تخل، لا 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 تخليه يروح. ايه انا جاي هلا هلا بشوف الشباب. الله معك حياة. هذا ابن عمي من الضيعة جاي لعندي، فانا مضطر امشي يعني، بعتذر منكم. الله معك ابو هيثم. الله معك. مع السلامة. شو بدي اقول لكم، شو رايكم تفتحوا نفوتين انتوا اثنين سوا؟ يعني بصير المجال اوسع مو هيك؟ سلام عليكم. اهلا. مع السلامة ابو هيثم. تعرف فكرة؟ شو رأيك يا إيمان؟ هذا مروان خطير، عليه أفكار بتطير العقل. في هالحالة بناخد بضاعة أكثر وبنفتح محل أحسن. مرحبا نزار. أهلين أبو هيثم. كيفا؟ أهلين. إن شاء الله ألف مبروك. لك إيه هات بوسة من هالوش الحلو. أهلين أبو هيثم. أهلين وسهلين. يا أهلين وسهلين. بدي شوية فواكه الله يخليك. إيه مو على راسي وعيني، إيه مو تكرم عينا. من أني فواكه بدك؟ كله 3 كيلو 3 كيلو على الماشي. إيه على راسي. بسلام. على راسي يا طيب. أهلين أبو هيثم. أهلين أخي أبو هيثم. إيه إلك ولا لدي؟ خسر دي بحكي نزار. في مجال تدينا 20,000 ورقة لأنفض هالدكان وأعمل لها ديكور؟ والله منظرها ما حلو، حلو منظرها هي. لا لا ما حلو، تكرم عينك ولو قبل نزار. وأنا بعدين بوفيك ياهم، بقسط لك ياهم كل شهر شوي إذا بدك. إن قسطت ولا ما قسطت على كيفك، خل راحتك على راسي. إذا ما فيها إحراجها. لك لا إحراج ولا شيء ولو. أهلين أحلى أبو هيثم. أهلين خير واجد. أبو هيثم. أهلين. يا الله يا رب. يا عيني عليك يا أبو هيثم. لا تسألني كيف حالك يا ابن عمي، والله زفت، أزفت من هيك ما في. ليش ابن عم؟ صح لنا تراكتور وبحال البلاش ما عم نقدر نشتري. اذا بحال البلاش ليش ما عم تشتروه؟ شو استفدنا اذا الجمل بليره وما في ليره؟ مو بس هيك، شقفه الارض اللي ورا بيتكم القديم مرهونه. ليش قديش حقه تراكتور؟ 300,000، معنا منه 250 وباقي 50. ولا يهمك، مشكلتك محلوله بالعم. والله لانك ربحان مليون، لو كنت ربحان 200,000 300,000 ما اجيت لعندك. ولو شو الحكي ابن العم، لو ما معي غيرهم بعطيك اياهم، شو الحكي؟ مانك شايف وشك شلون مجعلك من الهم؟ كثر خيرك، سلم دياتك. تعالوا يا تراكتور تعالوا هون. مرحبا ابن العم. اهلين اهلين ابن عم. مرحبا ابن العم. شو لا وين كنت امبارح ما نمت بالبيت؟ كيفك ابن عمي؟ يا اهلين. ولا وقت بسألك بتجاوبني، وين كنت؟ ما رح اجاوبك بس مو حلوه هلا. لا حلوه
انا ما في شيء عندي بيسقط بالتقادم. محظوره يا عمي، محظوره. شاني شانه كبير يا ابن عمي، بس هلا بياكل بيهرب، ما اجى غير لانه قتلوا الجوع. اخي هلا اعطيني 50,000 وبعدين دبره. كتر خيرك والله، انت كمان قلت لحالي رح تعمل لي واسطه. شفت بيستاهل ولا ما بيستاهل؟ لا بيستاهل، بلا تربيه هالولد. شكرا كثير ابن العم. تعال انزل انزل انزل. ولا ولا شنو بشعره؟ شنو شنو ايه معلم؟ ايوه. قديش حاطين له سعر للمحل؟ والله هذا حاطين له 150,000 مع هالبضاعه اللي فيه. شو 150 ما 150؟ هلا هذا المحل بيسوى 150,000 ورقه؟ طول بالك، اذا بدكم تشتروا بيصير حكي ثاني. بنشتري نشتري بس مو 150,000. اخي انتو شو حاطين سعر؟ يعني حاطين له شيء 90,000. شو 90؟ انا على الديكور حاطط 90,000. قال 90. طيب قديش اخر حكي؟ يا سيدي وبلع شركاله، ومشان خاطركم ب 135,000. اقل من هيك يعني؟ لا لا لساتك مغلي، لساتك مغلي. اخي قديش النت تبعكم؟ يعني نحن حاطين له 120,000 ورقه. اخر كلام، اخر كلمه. قطع بات 130 فرنك، ما بقى نزيد. استبينا مره نعزمنا لك على عرس بدون ما رحنا وفد كبير، اخذنا من معربه احسن شاعر ابو حاتم الله يرحمه، وابنه ابو علي كمان شاعر مهول. رحت وقتها انا وابن عمي الشحرور ابو امين، بتاري لك في مطرب بدومة اسمه محروس. شو هاد يا حياه، شو المحروس يا لطيف. طلع بالامان وقال لك جمال حملي عالبيادي ناخت صبر، واشتغل لك الاقواص. قنابل قنابل تقولي زتوها يا لطيف. شو المحروسة قبل ما نجوز ولا بعد ما نجوزنا؟ لا كله قبل ما نجوز. انا تاخرت لازم اطلع اشوف البيت. ليش ما اروح معك ولا ما بيصير؟ لا شو بدك تعملي انت يا حياه؟ ترتاحي انت. بلكي ما عجبني البيت، ما بدك اياني اشوفه، لا تكون ما بدك تسكنني فيه. اعوذ بالله، انت اللي بدك تسكني فيه ولو حياه. ضرني يا حنون تقمرني. اسبقيني على غرفه ملابس. اجانا ضيوف يمكن، معليش حياة. اهلين ابن العم. اهلين راغب، كيفك؟ الحمد لله على السلامة. اهلين، تفضل تفضل. يلا يلا شرف. اختك مهيثم. اهلين راغب. مرحبا اختي مهيثم. عملي لي قهوة. حاضر. شرف شرف غالي، تفضل. اهلين يا بيسام. يا ميت اهلين وسهلين. وين غطيت في الرطه؟ شو ما عم تنزل على الشام؟ والله عم بيجي. بس بتعرف انت الواحد منا بيجي بيقضي شغله وبيرجع. بتغدي ولا ليش عم بسالك انا؟ حياة. لا بيسام عملي لنا غدا. خلاص ما بيصير. ما في داعي بيسام، بتغدي. ايه بيسام، مبروك المليون ليره، وان شاء الله تشوف على وشه السعد. الله يبارك فيك يا رب. طمني هلا كيف اخبارك؟ اخبار اهلك عمومي اخوالي كيفهم كلهم؟ والله يا ابو هيثم اخبار ما بتسر الخاطر، خلينا ساكتين احسن. خير ليش؟ شو المشكله يا بيسام؟ احيانا الواحد منا بيغلط غلطات غير المعجزه ما بتحلها. خير خير. كان عنا هالبيت ساترنا وماشي الحال، اما صارت معنا 100,000 ليره قلنا لحالنا بنعمر. ايه مزبوط، وين الغلط؟ هديت البيت ورحت سكنت عند اهلي، لسه ما لحقت عم نحفر الأبو ونطالع عضاضات خلصت 100,000 ليرة. العمار بيكلف. ومن يومها ما عاد صار معنا فرنك، وأخي نفس المشكلة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يوم تعلق مرت عمك مع مرتي، ويوم مرتي تعلق مع مرت أخي، ويوم الأولاد بيعلقوا مع بعضهم، ويوم تسمع صريخ ما بتعرف مين على آن مع مين. خليه على ربك يا أبو هيثم. وقديش بدك حتى تطلع بالأبو؟ يعني حتى نسف الأبو ونطالع طابق أرضي بدنا 40,000 ليرة. تكرم عينك، فداك ال 40,000 وغيرهم. ولو لأنك ربحان مليون ليرة يا أبو هيثم جيت لعندك، بس لو أنك ربحان 100-200,000 صدقني ما جيت لعندك وضايقتك. أبشر يا ابن العم، لو ما معي غيرهم بعطيك إياهم. شو الحكي هاد؟ فداك المليون و100 مليون كمان. حياة جيبي لي 40,000 من جوا. يا 100 أهلين وسهلين. طمنوني شو صار معكم؟
احنا لحالنا نعمل شراكة بيزيد رأس مالنا. طلع إذا ما معك 200,000 لا تحكي بالسوق. ما لقيتوا محل؟ لقينا محل ممتاز بس بده 130,000 ورقة فيه. المحل بيسوى يا سعاد بس يا حسن. طيب ليش ما بتقصدوا مروان؟ ما بدنا ننتقل عليه للرجال، صرنا ساحبين منه 100,000 بزيادة. شو انتو بدكم تاكلون عليه؟ بس يصير معكم مصاري بترجعوا له اياهم؟ والله ما عندنا غير هيك يا عدنان. قوم خلينا نروح عند مروان قوم. هلا بس نشرب القهوة ونمشي. يلا لحظة بتكون خالصة. شرفتك يا غالب. كتر خيرك يا ابو هيثم. والله لولاك ما كنت رح اعرف شو رح اساوي. ولو نحن بالخدمة دائما ونحن لبعض. سلمني على اخوالي كثير وعلى عمتي عزيزة وابن عمتي ابو نبيل. تسلم يا ابو هيثم. اهلين. السلام عليكم. الله معك مع السلامة. تعرف ابو هيثم؟ شو؟ هلا اذا بتروح على البلد بيعملوك مختار بالتزكية. شفتي لك هيا؟ المصاري بتعمل قيمة لبني ادم. لك قومي البسي هلا مشان نشوف بيوت. يلا. في بيت معين بدنا نشوفه ولا بدنا ندور ونسأل؟ نسألنا شي مكتب عقاري. لا دخيلك ما بدنا بلا ما ندفع عمولة. وياخد عمولة دخيلك؟ انا قديش بدي اخد يعني؟ يمكن اجانا ضيوف. أغنينا وأغنينا ومعاشك يا حبيبي مبروك 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 الورد مبروك الشوك مبروك التحت مبروك الفوق مبروك الشمس مبروك الفي مبروك الهوى مبروك المي مبروك الأرض مبروك الجو مبروك العتم